المساعدات العينية والمادية وفرق الخبراء التي أوفدتها الصين لعديد الدول النامية ومنها فلسطين في مواجهة كوفيد 19 تعكس مدى الحرص الصيني بالعمل مع مجموعة العشرين على جعل اللقاحات للمرض حال توفرها متاحة لجميع الشعوب والدول النامية. الهدف الأساس من دعوة الصين لهذه الدول هي تأمين لقاح يكون بمتناول جميع الدول الفقيرة دون الخضوع لأي ابتزاز سياسي كذلك الذي تخضع له العديد من الدول بسبب ممارسات تستهدف الحصول على مواقف سياسية. تأكيد الرئيس الصيني في مكالمته الهاتفية مع العاهل السعودي على ضرورة العمل مع مجموعة العشرين لزيادة المساعدات للدول النامية وبناء اقتصاد عالمي مفتوح والحفاظ على سلاسل الصناعة والتعاون في توجيه الاقتصاد الرقمي يهدف بالضرورة إلى التأكيد على أهمية التعاون بين الجميع. الدور الصيني الذي تلعبه الصين اليوم من شأنه أن يقرب المسافات وأن يضاعف من الإنتاج وأن يساهم في خروج تلك الاقتصادات التي تعرضت للانهيار من حالة الانكماش إلى حالة النمو. ثقة كبيرة يوليها الفلسطينيون لقدرة الصين وما يعلنه الرئيس شي من التزام لجعل اللقاحات متاحة للجميع وميسورة التكلفة إيمانا منه بحق الجميع بالعيش بأمن واستقرار وبناء اقتصاد عالمي مفتوح. الصين إحدى هذه الدول ومبادراتها في تقديم توجهات اقتصادية جديدة لمواجهة ما يحدث حاليا هذا ليس بجديد كذلك على الصينيين، وهم أصحاب تجربة فريدة وأصحاب تجربة مميزة في بناء اقتصاد وطني مقاوم، اقتصاد وطني داعم للدول النامية والدول الفقيرة. التفكير بالآخر ودعوة الآخرين من أجل مساعدته وما أكده الرئيس الصيني ودعوته لمجموعة العشرين من أجل توفير اللقاحات للدول النامية وبسعر ميسور التكلفة هو تأكيد بهذا الحرص الصيني من أجل عالم لا يواجه أي تحديات. محمد الصنور، سي جي تي إن العربية، رام الله.